ايه؟ إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا حادثة سير مميتة وقعت قبل قليل بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، بالضبط بشارع بنو تاشفين. عفوا، واحد الشخص اللي كان على الله يرحمه كان على متن دراجة نارية من حجم صغير. شنو الأسباب اللي خلاته أنه تصادم بهذه الشاحنة من الحجم الكبير اللي متوقفة أو مرقونة بشارع بنو تاشفين؟ اللحظة ديال الصدام ديالو توفي على الفور. تدخلت عناصر الوقاية المدنية وكذلك رجال الأمن الوطني لأمنوا المكان، وتم النقل ديال الجثمان ديالو إلى مستشفى محمد الخامس. كما علمت قناة شوف تيفي بأن هذا الشاب 30 او يعني في 27 28 سنة، متزوج، يالله الوليد ديالو يالله البارح كمل سنة، يالله دار عيد ميلاد ديال سنة. الله يرحمه، الله يصبر الاهل والاحباب ديالو، الله يصبر الزوجة ديالو، الله يصبر الابن ديالو اللي مسكين يالله بلغ سنة من العمر، وغادي يبدا يكبر ويقول فين هو الاب ديالي. مرة اخرى، مزيدا من الحذر اثناء السياقة، مزيدا من الحذر اثناء القيادة بالليل. الناس اللي كانوا معاه، اصدقاء ديالو اللي جاو، كيقولوا بان السيد كان في حالة عادية، مسكران ما والو. واش هاد يعني داك سميتو داك اللي كيطيح دابا داك قطرات ديال الندى كيف كنقولوا، هي اللي تسبات من بعد ما بغى يحبس في هاد الضوضان هذا؟ ها هو الشيء كنسميوه هاد الضوضان، هاد ظهر الجمل. واش هو اللي تسبب في الوفاة ديالو؟ شنو السبب الحقيقي ديال الحادثة المميتة اللي وقعت دابا منطقة عين السبع الحين المحمدي؟ أكيد المصالح الأمنية بمنطقة عين السبع الحين المحمدي غادي تفتح تحقيق معمق لمعرفة السبب الحقيقي، لأن السيد ما ضربو والو، ما وقع ليه والو، كان عادي. صحابو كيقول لك يلا كنا كنهضرو معاه الباح، يلا احتفل بعيد الميلاد ديال سنة ديال الإبن ديالو، دايز طالع من هنا ضرب في هاد الشاحنة اللي مركونة هنايا، نتوما كتشوفوها على يمين الصورة. الله يرحمه، الله يصبر الأهل والأحباب والأقارب ديالو. مزيدا من الحذر مشاهدينا الكرام، سيروا بشوية، الله يرحم الوالدين، تأنوا الحذر أثناء السياقة. مرة أخرى تعازينا الحارة باسمي وباسم طاقم قناة شوف تيفي، وخصوصا باسم طاقم فريق الليل، تعزينا الحارة لهذا الشاب اللي توفى. الله يرحمه، الله يصبر الأهل والأحباب والأقارب ديالو. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. اللي تصدمت به هو أن الضحية، الناس اللي جاو كيقلبوا عليه كيعرفوني وكيعرفوا العائلة ديالي وكيعرفوا كل شيء، إنما الواجب المهني كنقوم به. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يصبر الأهل والأحباب والأقارب ديالو، الله يصبر الزوجة ديالو. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.